أتيت هنا لأسرد لكم قصة العجيبة، حيث كنت أنا وأسرتي وإخواني في إحدى الاستراحات نهاية الأسبوع، وفجأة حضر الأطفال ليبلغونا أن ابنتي الصغيرة وعمرها 5 سنوات قد غرقت في المسبح. هرعنا مسرعين إليها، وإذا بي أرى ابنتي تطفو على الماء على وجهها، فأخرجناها بسرعة، حاولنا إسعافها، فقد أيقن الجميع أنها ماتت. ذهبت بها مسرعا إلى المستشفى، أدخلتها الإسعاف، تهافت الأطباء والممرضات ليأخذوها إلى غرفة الإنعاش، وبعد قليل خرج الطبيب ليقول لي ماتت، فأخذت أبكي مما حدث. بعد ذلك حضر طبيب استشاري ليفحص الحالة وليتأكد من الوفاة، فما لبث حتى خرج الطبيب مسرعا ليبشرني أن الطفلة ما زالت على قيد الحياة، وأن قلبها بدأ ينبض من جديد، فوضعوها في غرفة العناية المركزة، وبعد يومين أخرجت ولله الحمد من العناية سليمة معافاة. قال لي الطبيب الاستشاري: إن ما حدث لابنتك يعد معجزة، كيف يتوقف قلبها هذه المدة ثم يعود للنبض من جديد دون أن يؤثر على وظائف الدماغ والكلى؟ ثم قال لي هذه الجملة: ماذا عملت في حياتك حتى يكرمك الله بهذه المعجزة؟ في الحقيقة لم أستوعب هذه الكلمة منه مباشرة، قلت له: لا أذكر شيئا مميزا عملته غير أني قائم بما أوجب الله علي من الصلاة في وقتها وبقية أركان الإسلام. أخذت أفكر في هذه الكلمات حتى تذكرت أنني كفلت يتيما لديكم سرا لا أحد يعلم عن هذه الكفالة إلا الله وأنتم، فأيقنت في نفسي أن ما حدث لي هو بسبب هذه الكفالة التي أخفيتها، فقد كفلت يتيما وكفل الله لي ابنتي، فقد كفلت يتيما وكفل الله لي ابنتي، وكفل الله لي ابنتي، وكفل الله لي ابنتي.